حنقول شخصيتك تتشابه مع شخصية فاكهة ايه من اخر رقم في موبايلك. ايه الدراسة الغريبة دي؟ اهبهلت طبعا، ده هزار يعني يا جماعة. لو تليفونك اخر رقم فيه صفر زيرو، بيقولك انت شخص محبوب من كل الناس الا فئة قليلة جدا، وتبقى الفئة دي مش فاهمها بتستغربها. ده ينطبق على ايه؟ على المانجا. الغالبيه بتحب المانجا، لكن في قليل، فئه قليله ما بتحبهاش، وتلاقي اللي بيحبوها يقولوا ازاي في حد ما يحبش المانجا؟ ده اللي ما يحبش المانجا هو الخسران. عشان كده يا صاحبي انت، او يا صاحبتي يعني لاخركم صفر في الموبايل، انت اللي ما بيحبكش او اللي بعيد عنك هو الخسران. لو تليفونك اخر واحد، انت شخصيتك تقترب من شخصيه العنب، شخص دبلوماسي بيحب اللمه، ما بيعرفش يقعد لوحده منفرد، لازم زحمه 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 عنقود كده يعني، وبيعرف يرضي الناس كلها. لو تليفونك اخره اتنين، بيقولك الفاكهة اللي قريبة من شخصيتك، وعلى فكرة مش لازم تكونوا بتحبوا الفاكهة دي، هي شخصيتها، شخصية التين، بيقولك عادتك حلوة، بيتزقش منك ومن وجودك، قلبتك مش تمام خالص، ولكن مختلف، تفضل كده ليك مكان لوحدك. لو شخصيت، لو تليفونك بينتهي بحرف برقم 3، انت شخصيتك الكانتالوب، انت شخص كانتالوبي حنون، عندك احساس غامر، جوسي زي ما يفرح الكل يعني، جميل كده ومزفلط كده وجميل، وكمان بيتأثر بسرعة. لو تليفونك اخره 4، انت شخص برقوقي، شخص فهرفوش كده ودمه خفيف كده ويبسط الكل كده، وشكله حلو ومنمق ومنسق وجميلة كده يعني، ولكن مع ضغوط بينفجر في وش اللي قدامه. لو تليفونك اخره 5، انت شخص خوخ، شخصيتك بتنطبق على فاكهة الخوخ، انت شخص حالم رومانسي، مشاعره رقيقة، بتحس بالناس اللي حواليك، وسريع التأثر يعني، زي ما يقولوا كده حساس قوي يعني، ولكن اللي يقرب منك لازم يكون حذر جدا. شفت خوختي انا بجرد متخيل تتعبت محبوش. رقم 6 اللي هو زي حالتي، لو تليفونك اخره 6، انت رقم انت شخص قريب من فاكهة الاناناس. انا مش عارف انت شكل الخوخ، انت لو تليفونك اخره 6، انت شخص اناناس، ما بتظهرش غير في المناسبات والاعياد، وجودك عزيز كده، وجودك مختلف غالي، و تاخدش على الناس بسرعة، ولكن الناس بتحاول تقرب منك على قد ما تقدر. لو تليفونك اخره 7، انت شخص بطيخ، نجم في كل مكان وفي اي قاعدة، والكل بيقبل عليك وياخدك بالحضن وبيحبوك جدا وبيلجأوا لك. لو انت تليفونك اخره 8، انت شخص مشمش، كل ساعة بحال، قليل الظهور بشكل اكتر من اللي فات، بيختفي كتير جدا ويظهر وتبقى مش عارف هو ظهوره ده حلو ولا بايظ ولا وحش ولا موده ايه، وفرفوش، ولما بيبقى في المود الحلو بتاعه يعني تاخد منه احلى كلام، لكن لما بيقلب اجرك الله. انت شخصية المشمش يلي تليفونك اخره 8. يلي تليفونك اخره 9، انت شخص كمترة بتتعامل مع الناس حسب تعامل الناس معاك، يعني الناشف معاك بتبقى انشف من الحجر والطوبة معاك، لكن الحنين الجميل لا لا لا، بتبقى حنين ودلع وتتلون وتتدلع يعني. خلاص كده يعني كل واحد عرف فاكهته أو شخصيته من آخر رقم في موبايل حضرته مع الفاكهة. شكرا لكل تابعونا النهاردة.